بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. قبل ما نزيد نتوسع ونتقبل الآية التالية، نكمل هذه الآية حتى تستبين جرائم المعتدين. هاكم ما ختمت به الآية الكريمة، قالوا لنخرجنك أي مثلا بكل قوة، كان عشبك زاد، لنخرجنك باللغة العامية، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، يعني نفسهم أنتو لي رابل التوت نوسيو دو مونوتيس، لنخرجنك يا شعيب، احنا عاكفين على آلة حتنا من حجر ولا من خشب ولا من عظم ولا وهي مخاكم معشة، مخاكم خاربة معشة فيها المفاهيم هذه نتاع لي زيدول وزاد لي زيدولات يسموها بو لي ترامب كومباني نتنياهو لو سال جويف لو بير دي شارونيار، نسأل الله السلامة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ما خرجوا انفسلا أما خرجوا ولا انتظروا منا، اللي مش نقبل منكم إذا كان عدتم إلى ملتنا إلى حزبنا حزب المستكبرين. هو حزب المستكبرين في العالم الكل يضرب يسرع، فماشي حاكم ما عندوش ريحة الصهاينة، فماشي حاكم ما عندوش غرور المعتدين على رب العالمين أبدا. يقول من قرية أو لا تعودن فيما تعودون، تعودن زاد بالشرط اللي ما فيش تنازل، أو لا تعودن في ملتنا كما عملوا مع شباب أهل الكهف وعملوها معهم. ولكن عن اليوم شباب في كل أصقاع الأرض اللي ما بما نجات إلا الطريقة اللي اتبعها شباب الكهف، عرفوا اللي فما قطيعة لا إمكان بين الحل الوسط بين الكافرين المجرمين المشركين العباد للأصنام وبين الطائرين من كل ضلالة ظاهرة وباطنة، نسأل الله السلامة في كل أحوالنا، آمين يا ربنا يا عظيم.